ودلوقتي معانا على التليفون كابتن عصام شلتوت. اهلا بحضرتك يا كابتن، وكنت معانا قبل كده واحنا بنتكلم عن الحاله الصحيه لمحمود الخطيب. النهارده الحمد لله الكابتن وصل لمصر مره تانية سالما وسط حبايبه واهله وناسه في المطار. ممكن تدينا فكره عن الموقف؟ الحمد لله، طبعا مواطن مصري لكنه اسعد المصريين، عشان كده الناس كلها اللي اسعدها دعت له ان يعود سالم غانم زي كل مصري لعيلته لاولاده لاحفاده اولا. ومن ثم كمان عايز اقول لحضرتك ان انا قلت لحضرتك يوم 2 ديسمبر لو حضرتك فاكره. ايوه يوم الاحد كابتن محمود الخطيب هيكون طبقا، لانه الناس محترفه وفي الرانك، هو كان عنده اوبشن وانا قلت لحضرتك ساعتها او يوم 4 انه ما يجيش في الترانزيت، لكنه فضل انه ترانزيت علشان يقدر يوصل النادي الاهلي زي ما وعد الناس يوم الاثنين. الحقيقه وده تفصيله يعني مهمه طبعا ان احنا نوضح. الاهم كمان انه بيوضح معاني كثيره. سيبك من فكره ان البشر في مصر طيبين، ودي شفتيها في المتفرجين اللي موجودين من جماهير مصر، واعتقد على امتدادها، لانه غير اللي رايح ايضا المسافرين والمودعين منهم اهلي وزمالك. اتفق الجميع على كلمة رقيقة لنجم مهذب قبل أي حاجة طبعا. ومن ثم أيضا وجود السيد وزير الشباب والرياضة معناه أن ملف الرياضة وقوتنا الناعمة عائدة لا محالة، وإنه ملف هام جدا وعاجل جدا، وبالتالي رسائل كثيرة حملتها سلامة محمود الخطيب كواحد من رموز كرة القدم. خلتنا نتكلم عن الملف كله. الخطيب كان في استقباله بقى من النادي الأهلي كل من محمد مرجان بقى بالصيغ يعني الرسميه، والعمري فاروق نائب الرئيس مع الوزير الشباب والرياضه الاسبق، وايضا عضو مجلس الاداره ابراهيم الكفراوي، وطبعا زخم من العاملين في النادي منهم. والاجمل انه اللي خلصوا زي ما بيقولوا شيفتهم او ورديتهم راحوا علشان يقولوا له حمد لله على السلامه. الخطيب هيتوجه لبعض الراحه يعني معتذرا عن انه يبقى في تجمع للمجلس يحتفلوا بوصوله. قال لهم الاحتفال الاهم هو ان نجلس غدا لاعلان كل ما يمكن ان يكون معلومات وتكون موجوده، لكنها ايضا هنسميها جلسه وديه ما قبل الاجتماع اللي هيحسم فيه شأن المدرب او الطاقم الفني اللي هيقود النادي الاهلي، والافصاح عن صفقات ربما الاسماء بس تؤجل حتى يناير. شكرا ليك كابتن عصام شلتوت على وجودك معانا. من اول ما تابعنا الحاله الصحيه لكابتن محمود الخطيب كنت معانا لمعرفه المزيد وللتوضيح عن الموقف الصحي اللي بيمر بيه كابتن محمود الخطيب اللي اجرى عمليه جراحيه لازاله ورم من الحنجره في المانيا. الحمد لله كابتن محمود الخطيب دلوقتي موجود في مصر. مفيش اهلي والزمالك في المرض، وفي اتفاق من المصريين على شخصية ثرية إنسانيا ورياضيا زي كابتن محمود الخطيب. الحمد لله على السلامة.